بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العسيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن دينار عن أبي أسامة مولى عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. ومن طرائق رحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين ليفوز بسعادة العجل والأجل. فهذا هو المجلس 81 من مجالس إقراء وشرح كتاب معالم السنة النبوية في ليلة الاثنين الموافق 25 من شهر رجب عام 1440 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب 40 وانتهى بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص والقول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كانوا مجلس كي كويس ديتنات مجالس دول ممكن شرح كون كتابك معالم السنوية هابين كان وهابين سنين شان إلى باتنق بالشرجب كنا أفر بقول إيه أفرت كنجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باب الجهاد في وقت الشدة. باب الجهاد جهاد لجهاد أي باب كانوا باب يهي في وقت الشدة وقت قد يبات تضع أجرته ولا قال يريده إيو قد اللي أنت أجرته هبك اللوجي هذا أما هبك اللي سعوين أي باب كانوا باب يهي. حديثك لبكم بقول إيو كوي أفرتنات أما صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أي أهيين سي سعوين. حديثك لبكم بقول إيو كوي أفرتنات عن جابر بن عبد الله وحاله رضي الله تعالى عنهما حدث وحكى والرمي عن رسول رسولك الله يكور من صلى الله عليه وآله وسلم أراد إنه دون النبي قال صلى الله عليه وسلم أن يغزو إنه الدولة. فقال كديم النبي قال نحير صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، مهاجرين دم كانوا كلهم كوذيوي إيوى الأنصاري أنصاري، إن من إخوانكم ولا ليهن أن يكمد هذه أقواما قليال ليس لهم أي أسقنين مال حول ولا عشيرة قرابنا على اللهين، فليضم هدم أحدكم متكين إليه إساق حقيسا الرجوين لبنين أو الثلاثة أما سدحنين حصود تأو قاديتك أفولة أما قاديتك أسارنهي هلقيب سدويان. فما لي أحدنا متكنا ومسكنا أيوير جابر من ظهر ربر يحمله حنباره ربر أما قاديت حنباره متكنا مليهن إلا عقبة كليتا لو كليتما كعقبة كعقبة يعني أحدكم متكين سدو كليتما يعني إن توك توك الله أفولة gaadiidkii oo loo koro qofkan ayaa kori kadibna intaas oo kilometer ay ku soconaya labada kale way lugaynaya saddexda kale qof kale ayaa kadibna kori waha kada sidaas ayaa loo kala yitaami wayan. qaar wuxuu yiri fadamamtu ilayya anay waxaan isu soo dumay xaqayga ithnayn laba aw thalatha ama saddex saddex ama laba nin ayaan markii yiri ila fuula oo ila koro gaadiidkayga oo ku kala yitano. qaar wuxuu yiri maali ima suglaanin illa uqbatun ku kala yitan ama ku tookafuul ka uqbati ahadihim midkood سدوا كليتما من جملي رتجي يعني أنا جا أي أيجي اسكو مذا نقولني أو رتجي أنا الله هي أيجوا أوسناني طبعا دقيقة كرت سؤالها دي أنا عن صارناه وأن كدي كديمنا كي كلا طبعا دقيقة صارناني كديمنا وكدي كي كلا طبعا دقيقة صارناني وهكذا سدى صامركا أنا جي يعني أيجوا أوسناني وين أبو داود يا سوري حديث كاس وأنا حديث صحيحة. باب الدعاء دعاء للدعاء يباب كانوا باب يهي قبل اللقاء عذو انت على لكل من كهره ان الله سبحانه وتعالى بري باب كانوا بابي حديث كلا بكم بقول يوم لبي افرتنات انا انس مالك وحلق وري رضي الله تعالى عنه قال هي انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا هدود لقال وحده هجري اللهم الله يو انت اديق ايا عضودي غرغار هيغا ونصيري غرغار هيغا اديق ايا عضودي اديق ويان اديق ايانا غرغاريا بك اديق ايانا حولو حيلتك يلنيا وبك أديك أيان أصول أيان كقولي سنيا أن صولا يقول كقاري ويان وبك أديك أيان أقاتل مقع هذا إيا ودد أيان كدق اللمية. أبو داود أيا سوري حديثك الترمذي وأنا حديث صحيح ويان. حديثك لابكون إيو بقول يسدح يا فرتنات عن صهيب بن الرومي وحالك وري رضي الله تعالى وارضى أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحاين نبينا يدعو مد ألتوك أيام حنين ما ننت حنين دولانكي قال ذي اللقلين الله يتوقع يي أو حولها اللهم الله يو بك أذيق أيان وحاولوا حيلتك يلنيا وبك أذيق أيان أصاولوا
كقول أي سنة يا وبك أذى يا نقاتل كدة قلما يا أود دقال يا أود قولت يا أود محي حيلات بعد حاجة ذم يكاها تويان داري ما يا صوصار واحد صيحة باب ما يجد وحو لكلمي الشهيد غف شهيدا من الألم حنونك أمرك نفط يا كذا عيسو حنونك لكلمة أنتوا لاجي يران توقف يباب كانوا بابيها حديث لابكم بقول يوم أفري أفرتنات عن أبي هريرة وحال وري رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد قف كشهيد وحو لكلمة من مس القتل نفك بحا إيجاري ذم حوانا تابشا ذا إلا كما يجد ما يجد ما هلا دمرك ونافية كذلك ما يجد الشهيد قف كشهيد كأه لما كلمة أما مدريمة من مس القتل دلتانك تابشا ذيسا إلا كما يجد سيدو أهله أما أدريم أحدكم متكين من مس القرصة قنوفضة أما قرنجوفضة تابشا ذيسا سيدو أدريم قفكم بأدريم قفك ديلا يا قرنجوفتا صاد بلوسي أما قن لقن دوفتا قفك إسقاه حنونك دريمة وحوين ماها وح يركوبن سيدا سوكر يا نفط يقول بحيس أيو نبي قال لي صلى الله عليه وسلم ترمذي نسائي من ماجه وأن يداريمي وحديث حسن صحيح ويان باب في الرايات على مذا إيه والألوية على مذا إيه والشعار إيه على مورين كلا سميسته لواجا إيه رايضة ووحش كده وان كلا فقين ما رايضة وينه لواجا أيار مثل لواجا يا وينه محوم مثل محوها مثل عكسيه لواجا يا وينه رايضة أيار وعلى منون على من وين على إنك مرك محوها أيضا ك ما بدتك أي شانو يسميستان مرك جهات الجوجر يباب كانوا باب يهي حدثك لبكم بقول يوم شني أفرتنات عن براء بن عازم وحال وري رضي الله تعالى وارضاه أنه براء سئل وحال ويدي عن راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي على كيس أيال ويدي ما كانت وحي أهيت فقالوا حير كانت حيات سوداء مدمذو مربعة أفرجيسة من نمرة جاء كسميسا ساس يهدويان على كان نبي جن ساس يوها صلى الله عليه وآله وسلم حديث كلا بكوني بقول يوم لحي أفرتنات عن جابر وحال وري يرفعه إسقى أكسر مريني إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سيغاتي الحديث المرفوع وينسيغي الحديث المرفوع أنه النبي جانا صلى الله عليه وسلم كان وحوسنا هذا لواءه أنه النبي جانا كان وحوا هذا لواءه على كيسة يوما دخل مكة تمانين دمكو قلي أبيض مدعض يوها ويان مرك علنك أما عد مدعض هالنقضة أم مدمذو هالنقضة شعارك سيا النبي جانا وسميستي صلى الله عليه وسلم أبو داود ترمذي نسائي بن ماجه وأنا حديث صحيح ويان حلقي يا با دتك قليان هذا الجهاد كشكت أو مدى مسلمين تأبر كسيجي على ما أن مدمدوا إلى قاتنا لقيابة أو كدي من أعلن كي مدوا إلى نعلة أقول إلى هذا وحويان ومدى يكون هالجين وما إلى ذلك حياه الله لقيابة معنى هذا مركه هذه جهاد كإقلاء فالحميان ما جهاد كي الله توري وماية هذه أعلن كنبي جنا صلى الله عليه وسلم إقلاء فالحميان مع أعلن كنبي جنا الله توري وماية ساس ويان هذه صلاة قلي أي كعيران مسلاة دي الله توري وماية هذه قف دختر وقف ومحو مدى هالجو ما رخاتير ترنا لو ذهور قفي وامية سيدا مركين لو أقاذ ويان وقفك خطأ سمي قفك سمي وكبين شيء دينتي الله سبحانه وتعالى دينتي الله درتي لوغ متقايو سيدا مركين لو أقاذ وآد مهيمو لذلك وحالغي وقفك مركو أرك قف وذادة أما قف محوة سنة كما قلت إنو يرى هذا مكو أرى كوي إسلام كاللين إسوماه إن كارتا قبي إنو ده حالغي أبا وهالكاس أتكلبو ذا سو سيدا ماهن مركا تايدا صح ماهن قفكاس مجرم كأه ومسلمين تهلقي ودباتها كنسدي ودين تمقع حمي ومدي أودي ذي نايتو كذنب قفك أساق دين تلاهي محوها من مثله وانا دين تمت سورة حمي لبدن بينا وقاضنا يا ودن بيقى وسمينا ايو ومدي ودين تقدر الله ضب وقاضنا يا شاك مالها وحنقرنا يا ودن كان هذا أنجوغنا آد بيوسو إسلام جيناندات كان سيان ولي بحال لهين شيخ موسى اللي رهدو علي رحمة الله وقليها انجلوذا ايا وحيمان جري قبل كان قلبيت كينيا وغاندا حدود كذا لغا سو بلا بلا قليها جلودا كيسوم لغا ايمادو ايغا ايونا الشيخ هارون اي اللي هجري علي رحمه الله نينك اسغا اها مركو مغالا ايمادو هل كينيان كلا الاحمر امدا المسلمين تانا نهين وحير هذا الميا اسلاني مدا ما حد كا امسنت هي وحي لي وحن كا امسنه واحد دت دله او نوبد بابيني او دي غنداديني او وح خريبي ساس اي مخوها انت ضرب دنساس اي سو شيغان ولي بخاصه دائره ترى لنيره الجامعه ديكته ايا الاحمر يوتيوب كاسان فيرسدي والله يا حقيقه مركا ان قفك او سبب او نقدو ان دين الله لا عرر سبحانه وتعالى فعل حمدي سي قادر يسمينا وحويان وحل لا يابوا
تصال أهان هدي حتى أن ده لا إن ما أنت وحي لا ين يندد حربيين وحبي أهان ليد لكن ولا رهوت مسلمين تها أو مساجد كجرا هلي جيان ويباب إنا يان مركو امتحان مركا شعارك إسجا أيجا أي كوعي يا ردرتت يا أما بمجع جهات ككواس يا سورحه ما يدرتت لوجو متى جاي لوجو من على الرأي شده هدي قف صلاة وكوعي يا رأنا صلاة اللوجو تجيرين كنا كوعي يا ردرتت أو هدي دختر أدمحوها ومدها اللي جود وحخربه أخاطرت أنا لو جه هجرانيني سيدا ويان مركا حق دائما حق يهانيا ولو دد محوها صورة حمينة باطل كان باطل يولي سهانيا ولو دد محوها قرحيانا وتزيينها كسمينا وإياه حديث كلابكم بقول يوم تضبي أفرتنات عن سلامة ملكة وحالة قرية رضي الله تعالى وارضاه قالوا حيلة سلامة غزونا مع أبي بكر أبي بكر يا لدون لي رضي الله تعالى وارضاه زمن النبي نبي زمن كسان لدون لي صلى الله عليه وسلم فكان محو هذا شعارنا أفقرت كنا نسكو أفقرنيني أمت أمت قفك عدو جاي قفك كلا سان لو كلا جراني وحويا هم حا اسكو أفق وحنسو أفقرن جرني أمت هدي آتي هذا إنه أصلا أمت يرى هذا دودي هوايو وين محوها سيف تلقى أصلا مركز أبو داود بن ماجه وحديث حسنة حديث كلامكم بقوليو سدادي أفرتنات عن مهلب من الصفرة وحال قوري رحمه الله قال روحي أخبرني وحي ورب من قف أيوه ربي سمع مغلي النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش قوله من سمع النبي مركو ليه مركا وحوي وصحابي وجهالة الصحابي لا تضر وتيها رؤوس مرني يقول إيش قوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيتم هدي لذن مرو إن ميذن قرن ها إن بيتم هدي لذن مرو أو حويا هبين نمو أي نقطة إن الدلال الذي كسوا قاضه أما أطبق شامبا فليكن هذا شعاركم على مدينة حاميم لا ينصرون ساسا هذا وين حاميم لا ينصرون قف كلمة إنه يرى هذا شذا وين أبو داود الترمذي وأنا حديث صحيح باب تنظيم المعسكر إذا كإن للنظاميه إيوا فضل الحراسة إيوا ورديه وهم إذا كلا ورديه فضل يقول أي باب كانوا بابي هاي حديث كلا بكم بقول يوم سقال يا فرتنات أنا بثعلبة الخشني وحال قري رضي الله تعالى عنه قالوا حير أبي ثعلبة كان الناس ذاتك حياهين إذا نزلوا هدي أي دقان منزلا ميل أي دقان أيقو الدولاء نسعود أبا كسو نقضي ميل هدي أي دقان قال عمر عمر ابن عثمان الحمصي الرواد حديثك كمدها وحليه ها كان الناس ذاتك حياهين إذا نزل رسول رسول كلا مركو دقا منزلا بوس تفرقوا وحيكو كلا تقي جرين ويكو كلا فرار جرين في الشعاب وذيالك في الشعاب رواتيالك وعملها دبوينك لبذ بورد ودح يمالها سيكو كلا تقي جرين إيوا الأودية وذيالك نوال فرق إيواذي إيو هلكس دوحا إيو حبو محوها قف لو كلا تقي جرين نوال ملبو محوها اسكا هر ودون نجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم كلا تقينا هذه في هذه الشعاب رواتيال كان يميرها دوحوينك أتوك لتقيس الأول ودية واديالك إنما إن كرمهن ذلكم كي ناس من الشيطان الشيطان حقي سكاء هذه كلتقي ناس شيطان حقي سيكاء هذه أيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل كمزل بعد ذلك فلم ينزل مدقين بعد ذلك مركا كذب منزل بأس موسى دقين إلا هدو النبي صلى الله عليه وسلم انضم ويدم جرين بعض مركوت إلى بعض مركا لأسوا دم جرين وأسوا رور جرين حتى يقال إلى لقدها لو بسط عليهم ثوب هل مر هدي لقف ذي أو دش لقصارة لعمهم وعممها إلى لعمم لها مجار لها إلى لقدها ويان مركو يسوس أدب يسوس دون مجرين صحابة النبي جانا صلى الله عليه وسلم أرين تأيض أنا وأرين يعني تسني قوة إيو اسكو حرنان إيو اسمق لي تسني سويان أبو داود وأنا حديث صحيح إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص حديث كلامكم بقول إيكون تنات عمن عباس وحاله رضي الله تعالى عنه ما قاله عبد الله بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيسا قول أيان مقلي عينان لبين لوت لا تمسهما متابة النار نار عين إلا بكت أويسي من خشية الله ألا بغيتان كزرت يدو أويسي وإلا إيكا إمادي وعين أو باتت بريدي تحرس أيضا واردين في سبيل جيتك ألا في سبيل الله جيتك ألا حكو واردين إيسو أم واردية حيسو بريدي لبضا محاوي النار متابة ينبي عبد الله صلى الله عليه وسلم ترمذي وعلى حديث صحيح حديث كلابكم بقول يكون درات عن عمر وحاله عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي نبي جانا صلى الله عليه وسلم قالوا في النبي جانا ألا أنبئكم إذن شجع بليلة هبين أفضل كفضل بدن من ليلة القدر ليلة القدر كفضل بدن من إذن شجع حارس ومد واردية وهو حرس واردية في أرض خوف أرلا لبقى لعله حادث كرتا ألا يرجع
إنه سنوسه لا من الآله ريركيس ويان حاكم إيه بهقي إمام ذهب وحلي على شرط البخاري لكن في حديث إن له بأي حديث أو بهنيه باب محيي للنبي ربي سبحانه وتعالى وحليه ليلة القدر خير من ألف شهر ها فأيه باب في الرسول أذاق أمر رسوشة إيصف سفرضة سفيرين ده ويكسو أرور إيه باب كانوا بابي هاي حديثك وحوعدين دون ذاتك أذاق أمر سفيرك دولدها أي صود السلام ولو دولد حرب بهن قطه إن للدليل أو إن للدليل أين بنانين أي النبي كان عدين دون صلى الله عليه وسلم حديثك لابكم بقول إيه لابي كنترات عن سلامة من نعيم وحلو المسعودين الأشعي رحمه الله عن أبيه أبيه ونعيم من مسعود الأشعي وحكوري نعيم من مسعود الأشعي نين كان صحابي كان ونين كي قال ذي غزوة الأحزاب نين كي التخذيل كأيو يعني هوق أي قرب كبحك وسمي أو أنت فيلا أجلي كدي من المال علاو ورقاقي نين كان صيوها رضي الله تعالى ورضاه والنبي قال عليه الصلاة والسلام وحبدا لقبتي نعيم ابن مسعود الأشعي قال وحيد سمعت رسول الله بن كما قال صلى الله عليه وسلم يقول إيسا لهما لبدنن ومسيلمة الكذاب وسوء ذيجي وصفيرين تؤها النبي صلى الله عليه وسلم ضمير كسبحون نقوان يا مسيلمة الكذاب لنك بيانا لها ها والنبي نماذا الشيكتي ودن كان نجد كسو بحي النبي صلى الله عليه وسلم لبنن أذيق أصدري أما صفيراء لبدن أيقها مرك النبي صلى الله عليه وسلم ضمير كسل لمن كسو نقوان يا يقول إيسا قول لهما لبد صفير حين قرتي قرأ كتاب مسيلمة مسيلمة الكذاب بوق أسودي بي ورغض سوقري مركو النبي كان أخريي أما لو أخريي النبي كان حوضهي ما تقولاني مسيلمة حكوت على كتاب كيسي ورغض سوقري إن أصناء النبي هي الرميه نبي محمد إن ومحوه الرميه مسيلمة أياكوت علي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان ما تقولاني محل لذين أنتم أذنك محل لذين قال وحي لذين نقول وحل لنهي كما قال سيدير أنا كان سيدو أصغير من أمين سنهي ومسيلمي أنكم سمال بنتاجناي قالوا حير أما والله الله نكون أرتي لولا أن الرسل دتك سفيرين تأي دتك أذيج هدي أين أهين لا تقتلوا مذان للدلين أون للدلين لضربت أعناقكما لبذين قر أيان محوها جراع لها وسيف كل فن لها وحجر إن كنت قرتين وكتور لها وما دحين حاجة نريد لها النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا حلقة قدر مركز دتك أذيج الرسوشة إن للدلين أين بنانين ويان أبو داود يسوع صار حديثك وحديث صحيح باب في الخلايا خيلاء إن لحرق هذا حرق كبر إن لا إماذا في الحرب مركز دولان كل جرة ومحوها جهات كل جرة إن لحرق كبر هذا إن إبرنامت هاي أيهال كان وباب كانوا بابي ويان يعني خيلها إيوه حرق كبر كوحاران لما أقلا وأنا وحيابها قفك ونار الله كومت سبحانه وتعالى لكن حالة حرب كل جرة إنه حويان قال ذي أت كحرق كبرته وحبدي بات ملهن حديثك لابكم بقول إيوه سدحي كنتنات عن جابر بن عتيك وحلق وري جابر بن عتيك وحول الله شيء جبر ابن عتيك صحابي اللي يقول الله شيء عن جابر بن عتيك وحلق وري ابن قيس السلمي الأنصاري ابن قيس السلمي الأنصاري وصحابي وحون قريو ذي كو إيا لحذن كجر النبي قانا صلى الله عليه وسلم واحد السين هجرية أيو قريو ذي جابر بن عتيك وحلق وري رضي الله تعالى ورضاه أن نبي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي يقول مدي يرهده من الغيرة مصيرك يا هنا صدى أي كمد هذه ما يحب الله ألا وين مذ جعلها هنا صدى أي مصيرك قيب الله وجعل أجرت ويان ومنها أي كمد هذه ما يبغض الله ألا وين نعبها فأما التي يحبها الله مذ الله جعلها مياه فالغيرة وغير ذا قفك إنه مسيره في الريبة وحلق الشك يماشى مركا يلان قفك إنه مسيره وذهناسي مسيره كدعة هدي شيء لغا مسيره ماشى وكمغضويا كو وحلق الشك يماشى يلان ومنها ها هي وأما الغيرة مسيرك التي تصيب غضها الله الوين نعبها فالغيرة ومسير من غير ريبة شك أيضا ماشي أولين قفك إنه مسير إسجليه تاس أيضا أيو الله نعبي سبحانه وتعالى تلفون كا قبل تسأم في ريو ما أنت يدو هذا الشيء أنت تكسو يعني بابك رجل إذن مرحي نغضان بابك أن تلفونك وضع ركت الامتحان كبتكايست وإنما الخيلاء خيلها إيه قفك إنه حرق كبره
أما هو يرى حرقوضة إنما الخيراء إنه محوها حرقوضة ما يبغي حرقه أو يعني ولا يرجرا يعني كبير أهان أدو أما فرحت زيادة ما يبغض الله ألا وينمذ محوها وألا نعبيها ومنها يكمد هذه خيالها ما يحب الله ألا وينمذ جعليها فأما الخيراء حرق كبير التي حرق كبيرك تن لو فهمك ركر أهان التي تاسو يحبها يحب الله ألا وينمذ جعليها فاختيال الرجل ننك وحويا فحرق كبير كيسا نفسه نفتي سوء حرق كبير سيو عند القتال مركو قال الله دقال لما ودين أتكسر ريا موجيو تاس أيضا ويان واختياله يقفك إنو حرق وضا أما أمحوها سماحة النفس موجيو عند الصدقة مركو وح صدقة سنة ما حيت معنى هذا مركو قفك يعني وح بحنا قف بخيل هو وح كل دقن ومحي يوصل إنو سأمو غنين وسماحة النفس وحان قيمة الله وحان أهان وبحيو وحان وديبة وح معلنا إيهين ومسكين كو تسيه وحو حدو حتى ملايين سيين وح معلنا ونسين إنو تسيه إنو تسيه وحوي هو إعطاء بطيب نفس وانبساط لا تكثر فيه ولا يبالي بما أعطى سداويا يعني كبر ماهن لكن وحان أدبحنا أوير أما أبا ذنبا أي وحن معلين كسوق هذا إنه معلين أكله أي أضف أسينا يا وحن ديبا وحيهين أقف كان أم النائن وحوين أو معنى له قيمة له إن لصيه شدا سويا أي إنه قفك كبرى ماهن إنه قفك كبرى ماهن تأيي ذي لا فهمين تأيي لا فهمين ويا وأما التي تي أو يبغض الله الوين ونعبيه فاختياله وقفك إنه حر كبرى في البغي قاقة قال موسى وحير موسى بن إسماعيل الروادي كم إذا حديثك أي وحلي والفخري في البغي قوقة والفخر إفانفانك إنو قفك محوها زوك برسيه تا آيات الله نعبي سبحانه وتعالى أبو داود نسائي دارمي وأنا حديث حسنة باب الإقامة نقل لقلنا قادو أولا دقو في بلاد الكفار قال هذا ضل كوضة إن لقلنا قادو إن وحاويان أي بنانت إن أي بنانين إيا 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 حنت إيا حمين أي بابك أنو بابي هاي حديثك لابكم بقول إيو أفري كنتنا دقاكور اللو ذا تاقمرك عن جليل عبد الله البجري وحال وريه رضي الله تعالى عنه قال وحي جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء بريء ايان كاي برنامج ايان كجوغا او مخوها شغل كمله من كل مسلم قف كاستو مسلما ويقيم كنغاده بين اظهر المشركين مشركين تدبركوده كنغاده اني بريء ايان كاي ويان قال وحي يا رسول رسولك لو لما مخا قال وحيري لا ترى ناراهما لا ترى ايين ساركن ناراهما لبدو دب إلا بعض إفتينيس أركن أي نبي أمر كبحي صلى الله عليه وسلم أبو داود يترمي أحد سواري يروب أيال الجرا يا مرايكن أيال الجرا وأرض الكفري أنا حتى مرك أغلبية اللي يراه ذو هذا ما دكان كنا الله أغلبية نعم مسلمين تجوا الله بدنا أي دجينهن وأي جا أي ليهن ويعد هذا ما هذا أي وهايان أي أبلا وهاي راي نجرين نادي السنوكر يا أبلا وهايا عد أبا لغة هلا مارك من باسي كوستي أبا لغة هيا عد أبا لغة هلا مارك وادل أيجا إليهين مسلمين تا ويدقينهين ويكون دشان أو يولك هذا يكون دشان أو يمحوها إليهين ويان لكن أغلبية دي دلكي وحويان مدحد نقطة يا ضد مسلمين ماهن سو سيدا ما مركا سين قنيسة أرنت أيضا أرنت أيضا علماء أدوا وهلين الحافظ ابن حجر أي هذا الكيسة إن شاء الله تعالى سوق قادنينا كاس أيان أن يكون رقمينا إن شاء الله تعالى حافظ بن حجر حولي هاي هذا محمول على من لم يأمن على دينه في فتح الباري ويا أرنك أساق حديثك وحلوه حنباريا حديثك وحلوه حنباريا قفك أن دين تيسا إن لغفني آمن أن كأهين دين تيسا إن لغفني قفك أن آمن كأهين قفك إساق أي النبي أنا كبرنا قلنا صلى الله عليه وآله وسلم لكن قفك آمن ككاء قفك آمن ككاء إن دين تيسا لقفنا وانا كبقين وأسباب تفيدنا ذا ماشي أي أولين وعيدك تسومك على يولي هاي عليه رحمة الله باب تداعي الأمم ومضاها إنا يسوسها بروعا دونان على المسلمين مسلمين تأيو باب كانوا بابي هاي مسلمين تأين لديه دون هاي كاليها لغا لغو قرعدا اما لغو قدا اما لغو عشي ان لديه دونا اي حديث كان اي باب كان كوسه حسن هي وحين كميت هي من اعلام النبوه
نبينا صلى الله عليه وسلم على موين كذية محمد وحياة لسي معجزات لسي أي كميتها هويان وإن غيب واحد عيدونه إنه نبي قال سي عدي صلى الله عليه وسلم أنت وايد عدي وين تاجنتها حديث كلامكم بقوليه شني كنتنات عن ثوبان وحال قوري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حيل ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو وحادو الأمم أمضها أن تداعى إن إسوها بروعته عليكم دشينا كما تداعى لك لتو تدك عنا ذا عنا ينسى إسكوها بروعدان إسكو يرتن إلى قصعتها حيرة ذا هي صحن كيكون أيان وركالي هاي هل قد يورسوفر يست يسيد لورها ويان سيودهن فقال قائل من بوحيري ومن قلة نحن يومئذ نبي الله ما ننت أيضا وحنا إسكو كنا بروعني والنولا محو أهلقي أما بوحا ويا نولا بابيني ما يري أنقبنا هي تبردري أنقبنا حق عددك هي ترضى حق إدمية قال وحير بل اسكب الدائرة تريرتين أنتم أذنك يومئذ ما ننت كثير أدبد بدنتين ولكنكم أذنك غثاء حر هي حنب آياتهين كغثاء السيل داتك حورك أما حنبضة دوش كسارا هي قشنك أوضة أوكال لتوتين ويان ولا ينزع أن الله لو ينوح كسيبا من صدور عدوكم عذو قينا حبت كيسو حط الله كسيبا المهابة هي بدي منكم أنك الذين كيه بيست أو سيد هذا محوها يعني رك جرق لذين مسينا معنا ومليذين كو ولا يغذفن الله لو ينوح كر ذا في قلوبكم قلوبتنا الوهن ضعيف لما يكر ذا ويان فقال قائل بوحي يا رسول رسولك لو وما الوهن وما الوهن وهن كمحويه ولا يقذفن الله الله وين حكر ذا في قلوب عدو في قلوبكم قلوبتنا الوهن ضعف أي كر ذا يتبردر قال وحي قائل بوحي رسول الله وما الوهن وهن كمحوه هذه محويه قال وحي حب الدنيا الدنيا جعيل إيوه وكراهية الموت هي غير نعيب أي قلب يقول كذا قف مربى دي الدون مربى أسكو دجيو موت نقو محوها يعني آد ونعى وحويان مركز وهن كواتاقين أبو داود يسوس رحدي صيحة ويان لكن سيدة ضبا موتك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيبة الغيب والشهادة مركا موتك سيدة ضبا النعية يا موتك والنعية شك مرهن لكن قفك إنه أدون كان إسكت لجيه أو أدون كان جنا كدكتو أو أدون كان محوها بديل كلا إنه سنجرين وآمنه كدبنا وحويان موت حقوق بقابة يعني أدون كان لذذي سي معان كيس أي باب كاس اللوين هذا آخره لا يراته تسوية المشكلة ده وأنا تنمان تتاجر وذلك يسانه قفك حاران تيعونيا قفك وحوي دتك ظلمنيا دتك وحوي معاصي قفك معاصي ولا إيمانيا قفك دباتور نتجيسنيا قفك إن ليس يدقيس يعرب كيس يكعنتيس يمحو أفكيس يفرجيس يافرن قفك إستجا مركو حويان وقف أنا هرتيس آخرة أولين أغيران آخرة هرتيس مطال أقل شيء إيمان كيس والتبر بيلي نورك أتكو أرك لها عقابتي الله إيا جنة الله إيا حسابتي إيا عذاب القبر إيا نعيم القبر إيا حالذه تالي إيا سؤاشي فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره دي يعني تاس أيق خمقن مرايد أيضا وما صارنا وأحكر أيها أسارا شهودي إيا إبليسكي إيا نفتي أمارة بسوء هيد إيا وحيا بها سامحا كتن بذيي مالك غفك إيساقا خطر إيا هاليس أي كجرة مالك أسوى حيمانا حب الدنيا وكراهية الموت وربها إيمانا يسويا وإيا هاي باب الجهاد جهاد كماض ولي وجري جهاد الى قيام ذاك دعاد اما قف الله الله الى لا غواي الى نبي عيسى وقتي عيسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عيسى يا جهاد دونه وهو ويان دجال يا انت راسنا لجهاد دونه مرك الى قيام الساعه وهو قرب قيام الساعه جهادك وجري دونه ويان حديث لكم بقول له لخي كنتنات عن سلامة بن نفيل وحال غوري نفيل الكندي نينك صحابي الجليل كا السكوري الحضرمي وياني صحابي قاس قال وحي رضي الله تعالى عنه كنت حنا جالسا متفديو عند رسول النبي قال النبي قال اكتس ايان فديي فقال رجل باب وحي يا رسول رسولك لو اذال الناس الخيل اذال وحي ضيعين ايد ليستين الناس ضدك الخيل فرده وضعوا السلاح حبكي ولا اسكدغين ضدك حبكي ولا اسكدغي واسكرنمد ولا اسكدافاي يا اسكرينتي
فرضه لوجود لينا ولد لي أضم بلغ ما قال ما حنان يويان وقالوا حيلا لا جهاد جهاد مجر فقد قد وضعت ويدكتي الحرب دقالك أوزارها عليس كذي وحويان دقالك ورما ضيو أمني إيه برواق الله بحي فرضه حق الاسكدي جي ضم بلغ ما قالين إن حنان يا لهجاجيو وحوي الله توبرا لورتسيو عنفي على سيو لسكدا هبكين على سكدا جي فأقبل رسول رزوك الله يا وحويان يوسف جذي بوجه وجه جيسا لانك لقى ورك لقى شجاعي أما إنك هلا يوسف جستي وقالوا حيري كذبوا بين باشجن الآن هذا الآن هذا يا جاءوا يمد القتال دقالكوا يمد ولا يزالوا كما زولا من أمتي أمديدة أمة أمت يقاتلون دقالمان على الحق حق دقالمان يقاتلون بس نبيكم جوجين عليه الصلاة والسلام حقوق دري على الحق يعني انت قالما يسوى بادن تمد قبيالات ودقالما مد أرور ودقالما مد وحاويا نفتيس ودقالما مد حولاء ودقالما مد طغيان إيقوق ودقالما مد وحاويا جهاد شاكت لكن كبين شاكا يعني دتك دقالما ويبادنين لكن نبي قانو حقوق يدي عليه الصلاة والسلام ولا يزال من أمتي أمديد كمزولايا أمة أمت كمزولايا يقاتلون دقالما على الحق حق دقالما حق يا اسمك طبعا حرق هوست هذا مريء يعني فعلا تاسعاد مهمة قف كهذا قال لهم لكن معك كده قال لهم إذا حق هذه كده قال لهم نعم لكن هذه الحق كده قال لهم إن ظلم يكده قال لهم إذا أما بقى قلوا يغلوا كده قال لهم إذا هذا يقول الله مرك ويزيق الله ألا وين حوسه اللي حيا اللهم أيها قلوب أقوى من قلا يدمحوها قل يا قلب قد يربي أسو اللي حيا ويرزقهم منهم أي حق ذو رزاقات كسية حتى تقوم الساعة ساعة قيام الله كده عدوير وحتى يأتي إلى وكيم هذا وعد الله الله يبوهيس وكيم هذا والخيل فردها نصيدة دوا معقود وحلوحر في نواصيها محوها فود هذا الخير خير إلى يوم القيامة ما نتقيم إلى الجاروية وهو شأنك يوحى إلي أنا يوحى لي وحي هذا أني أنا مقبوض إن لقبضون دونه ومعروف غير ملبث من النجية أنا نهين دون كان قف كلنا جانا لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا مركا وحويا أدون كان مدلقون نجينا نهين وأنتم أذن كان تتبعوني وهذه سراء دون تان أفنادا أذن كأو محوها متفرقين أو قيب قيبة يضرب وليب ودلي وقراء بعضكم مركين رقابة بعض مركا كالقورتة يجري وهذا واحد سعودويا وعقر دار المؤمنين مؤمنين تا دار توضا ماش سلقوا أنه قندون تنا الشام وأرض الشام ويان أو فلسطين يسلقوا تهاي وحوي إلى سوريا إلى ودنكاس لبنان إلى محوها ماش الأردن منطقة صيا الشام ليه هذا ويان هل كصيا مركا آخر الزمن كا مؤمنين سلقوا أنه قندون تا حديث كان وتيات شيء مدينة الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مرك الله بضع ميلود بأدلة أي أشياء تويان نسائي أي صوصر حديث وحديث صحيحة الفصل الثاني فصل كلابات أحكام الغنائم غنيمة جهات القصة هلو أحكام تذيو باب كانوا أي فصل كانوا فصل يويان باب حل الغنائم غنيمون كان حلاليهين وغنيمة أي حلالتها أو مدى النبي محمد دو حلالي أي باب كانوا باب يويان حديث كلاباتكم بقوليو تضمي كنتنات عن أبي أمامة وحالق وري سدي ابن عجلان الباهلي وصحابي جليل وحق يريدي لح يسيدات كجر النبي صلى الله عليه وسلم أرض الشام كذا أنك ورمين أيونك يريدي أبي أمام الباهلي عن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حجري إن الله اللوين فضلني ويقسر مريي أو يقفل بنيسي على الأنبياء نبيالك أو أما وقالوا حجر أمتي ومديدة على أمم مرها يكسر مريي وقفل بنيسي وحلنا وحنا حلال يلي الغنائم غنيمة ينوح على يلي ترمذة يا صوصاري وحديث صحيح وحديث يكتب كل حديثكم بكونيو لحي لحذنات حديث كلابكم بقوليو كوي صدرات حديث سيدح كوي سيدح بقوليو سقالي تضباطنا انت بأيك أيو كليها معاني ناس كسو عرورتي ومذيه رواتي سيدح حديثي أن صامرني في رياض صالحين وغيره إن أي مركي غنيمة الأروريو أنبياء ظهري أي دب سودك جري دب وسودك جري دب كاس أي غنيمة عن جري وأتقرانيسان حديثك أما باب ثواب من غزا غفك دولة ثواب من غزا غفك دولة ثواب تيسا أو فغنيمة غنيمة يستو أي باب كانوا بابي ويان
يعني قفك دولة أو غنيمة سهلة إيه قفك دولة أنا غنيمة سهلين قفك غنيمة سهلة أجر كيسة أدب الله يرينيا سد حمل الله ميرد أي الله تورا يا أجر كيسة بنانك الله يجاويان هل ملو باو سهري هدي لكن قفك أصلا غنيمة سنين مركا أيضا أجر كيسة تامبو نقنيا أنت ويان حديث دصوص عطيان عدين نونتا حديث لابكم بقوليو سدادي كنتنات عن عبد الله بن عمرو العاص وحاله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية مدو ليس مجرته أو صرية أما قادلة أو تغزو دوشة أو فتغنم غنيميسة غنيمهجة أو تسلموا بدباده إلا هدي أي دعضة كانوا حياء هذا قد تعجلوا متسو كوسو دكدك سدي أو صهر مرسدي ثلثي أجورهم أجلالك وذا ستحمل الله من رضي صهر مرسدين وما من غازية عيدا دوشة مجرته أما دولان قاد مجرته أو صرية أما قادلة أو تخفق يعني خسارته أو تصاب العصيبة تخفق يعني قول درا كل عيسى ويان أو تصاب العصيبة إلا هدية إذا عذا تم أجورهم أجرك وذو تام نقض ويان وفي رواية قال وحيري ما من غازية مد وش مجر تغزو دوش في سبيل جدك عليه أو فيصيبون الغنيمة غنيمة عصيبا إلا هدية إذا عذا تعجلوا وحي هرمرسدين ثلثي أجرهم من الآخرة أجر كذي لو ميرود سيد أحمرود لو ميرود أي آخرك سهر مرسدين ويان ويبقى لهم الثلث سيد أحمرود هل ملايا وهر سنة وهر ويان وإن لم يصيبوا هدية نسيبا غنيمة تم لهم أجرهم أجر كذو تام نغضويا مسلم حديث وصاري باب قسمة الغنيمة غنيمة قيمتها للقيبية وباب كانوا باب حديث لأبكم بقوليو سقالي كنتنات عامل عمر رضي الله عنه ما أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله حويالي للفرس فرس حويالي سهمين لبا سهمي لبا سهمي أيو سيي ولصاحبي قفك محوها صارنا سهما هل سامي أيو سيي قفك مركة لقجر جهاتك قفك محوها صارن فرسك فرسك لبا سهمي أيال سينيا قفك نوح على سيني هل سامي ساويا باب مراعاة مصلحة عامة المسلمين مسلمين تا مصلحة ضوضة قود إلى أنت لا إلى ليه في القسم مركل لقيبنا في القسم في القسم ويا مركل لقيبنا أو قيبنا حوله لقيبنا إن وحويا مصالح المسلمين تا لا إلى ليه قود هنت أو نيجوني جوني أن لا يجنا مسلمين تا ضنتوا قود هنت لا يجا يباب كانوا بابي حديث كلامكم بقول يقول حدنات عن عمر بن الخطاب وحلو رضي الله تعالى عنه قالوا في سيد عمر أما والذي قال لي بانقول أرتي نفسي نفسي بيدي كعن سيكسو قنتهي لولا أن ترك إن أنكتك هدي أن أنكبقين آخر الناس ذاتك آخر كوضة بيانا بيانا ما يقرن ما يقرن بابانا ما بابانا زوما هاي بابانا ويا هاي لولا نعم ببارن وها لا بد النسخة بسامية نسخة عصبة داو تمام وياه لولا نترك إلى نسقتك هدي أنا كبقين آخر الناس ذاتك آخر كذا ببانا يجو وحباء أنا هاي سنين ببانا قعممرا ليس لهم شيء شيء أنا اللهين ما فتحت علي لما فرن قرية تولى هي مجالة إلا هدي إذا عذا قسمتها مجالة ذاتك يعني رولكذو قيب لها كما قسم النبي نبي قال سوق صلى الله عليه وسلم خيبر خيبر ولكني أنيق أترك ونسيتك يا خزانة بنجي اللهم أيق يختصمونها وح بن كسب حماش أيضا أي قيب سنة وين حولها أيق وماش أيضا رولك أسقى خراج كسب حا حولها بنجي نادو نقض وما ذي هدم بحتى أي كسي في أي ستان ترت ضيانو قيبينين إلا قاف حد يحول قيب ولا كل لحلا يا لكن ما دام المسلمين سكوا ذليهين نقول بمركو حواك سوى جارساس أيان وتر قال يليه بخاري أسود الحديث كاس باب ما يعطى لما لفت قلوبهم ذاتك قلبي قدر لصدوما إسلامي من لوصدوما حول على سينا يباب كانوا بابي حديث كلابكم بقوليو كوي الإحدانات أنا عمر من تغلب وحالك وري عمر من تغلب النمري وصحابي وحونا قيريو ذي أفرت نجير النبي صلى الله عليه وسلم كذب بعد الأربعين أيو قيريو ذي أنا عمر من تغلب وحالك ورضي الله تعالى ورضا أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أما أوتي وحالك المبالي بالله كاني أو بسبي أما بدت لصو أفضوبتي وعرور دمر أي الله كني فقسمه وقيبي وأعطى رجال ركبه محو عسيي وترك رجال ركبه سقطكي فبلغه وحاسوك على النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين كوي ترك النبي قو اسكرا فحبوس السنين عتبوا إني آذي النبي أي ضليلين ويرن تازمحين وقبت أي رهدين فحمد الله اللوين أيوم هذي ثم أثنى كدبنا ثم أثنى عليه وأماني ثم قال وحير أما بعد انت كدب
فوالله الله أنك أرتي إني أنا لا أعطي وحنسيني الرجل قف ينسيني وأدع الرجل قف لسجتك والذي كي أو أدع أن سجتك يا حب إلي حاجة إليك البني من الذي كي أعطيه وحسيني لا وقف منا وحسيني من سجتك كان وحسينا أيانا محوها أدج على هويان ولكن ورك الأولى بي أعطي وحنسينا أقواما قليال وحنسينيا لما لسبب ما كي سببتي أي روسينيا أرى أن أركى في قلوبهم قلوب تضى من الجزع والهلع جزع هلع وإسليهن أرجح إيه ضمع هلع جزع أرجح إيه ضمع وحنا يكون دقانون الدون كما وقتها الطمع وفقر قفك إنه ضمع ضمع بدن النقد ووحن يعني وحن همبت بابك وكنت أقرأ هذا وفقري أندمانين قفك قراء عذنا وغينا الطمع فقر وفقري والقناعة غينا وديقتون ديقتون كدمي أن الأركين ويا ويا وأكلوا وحن نطر صارنا يا قوم قل يا لنا إلى ما كي أي نطر صارنا يا جعل ويا الله لوين في قلوبهم قلوب تضمي الغنى ديقتون والخير قلبي وذا خيرك أبو حبا يعني أبدا وحن يفتعوا الكاني وحن لقيب رأي معروي بما أركان با يا أدلتك هذا وكردوين سمعوا قيدين تطبع ما أنت دارها لسان إيو وحن أدار كيسانية بابورتان قرح سنوالا وطا إيو يعني وحيابها سوح وين يعني وأركا لقى يابا إلي وحوين لنغضان دادنا أيو واسكاف فقراء ومساكين وصف كان هوري السيقات جلو ميلان اسكاف فاديو أي وحاس وحيو أركان وح معنا آن لهين وحي أمين سيهين كل الذي فوق الترابي تراب وح الله وحي التراب تندل سارا والتراب لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرة شربة ماء يعني أبدا باهي أياكو قوان دونتا أما ودي بونيسا أما وح ولي قد قلبي وضعكم سوى العاية كونا أيقو محوها بلايين البلايينات أيقو قعندك وهايا أيا وحاوين جزع إي أرققح إي هلع إي وحكوتها قن إيو يعني والله يا بيسا الحمد لله الذي أغنانا بفضله عن غيره نعم وأيهي وأكل وحنطة سارنا قواما قريالا إلى ما بنطة سارنا جعل أوير الله اللوين في قلوبهم قلوب تضم ومن الغنى ديقتوني والخير خير فيهم أيها دحد ضيوء هذي عمر ابن تغلبة صحابي جيلك نبي قنا أيها شبط إيا محوان أساري صحيح إنه كواس قلبي وذا خيرك إيا ديقتونك كبوحة وكميديا هي رضي الله تعالى ورضاه اللهم اجعل من هؤلاء فوالله بانكر أرتي ما أحب مجعلي أن لي إنا إسمنا بكلمة رسول رسولك الكلمة ديسة حمرا نعم قيل كيس عس عس وأتك عربت وجعليت إن كاس اللي سيو إيه كلمة ذا إنا اللي دهين كلمة ذا يا ولي قد يقى قيمة بطن قيل كاستو اللي سيه أيوه رضي الله تعالى ورضاه بخاري حديث سوساري باب ما يكون من الطعام في الغنيمة باب ما يكون من الطعام نعم وأكل وحنوح تلصارنا يا أقواما قول يا لا إلى ما بانو تلصارنا يا جعل أوي لله اللوين في قلوبهم قلوب تضم ومن الغنى الديقتون والخير خيرا فيهم أيها الأحد ضيوء هذه وكمد هذه عمر ابن تغلبة صحابي جيلك وحديث كوريي رضي الله تعالى وارضاه فوالله بان كل ما أحب مجعلي أن لي أني إنا يسونات بكلمة رسول رسولك الكلمة ذي صلى الله عليه وسلم حمرا نعم قيل كيس عس عس إنا اللي يقول بدله مجعلي ويان بخاري يا سوزر حديث كاس باب ما يكون وحي هذا من الطعام عنا في الغنيمة غنيمة عنا بسل وغنيمة إذا رحت هذا الوهلي أما حوله المحور الله سواء غنيمة يستي رحت هذا الوهلي أما اللي قلوه كل مي محال يليا ما حوله عادي قهن لتابني إنه لقدري مساء نوال بحاجة دي سي انتو كعوني كاركعونا يا حديث كامركا عند قيسان لابكم بقول يوم لابي الإحذانات عن عبد الله من أبي أوفا وحال وري رضي الله تعالى ورضاه أنه عبد الله سئل وحال ويدي هل كنتم يا ذا هيدن تخمسون كوا خمس كبحيو شان ميرو ثالمي الكبحية يعني الطعام وحول جدا عنظ عنظ بسل مركي آدم حوها سو غنيمة يستان ما خمسات كبحين جرتينه سيد عادي قهيد غنيمة ذا كلو عادي قهام حولها أما با العاكتي وحلمتك يا سيدة ديالي جرتين في عهد رسول الله رسول كالزبنجي صلى الله عليه وسلم فقالوا هير أصبنا وحانا سيبني طعاما عنا يوم خيبر ما ننت خيبر فكان الرجل ننك وحوها أما قفك يجيء مد إماده أو فيأخذ منه مد كقاته مقدار ما يكفيه أنت كفلا قدر كذا كقاذن جري يعني عنا ذا أنت أثاك عوني كروم بتقاذن جري ثم ينصرف قدم إسكلام جري
marka dharki iyo maxuu aha lacagti iyo xoolahi iyo iyo cunada bisil waa kala duwan yihiin Abu Dawood ee soo saar wax hadii sayaha maxay yeelay dadka ayaa iyaga baahanba nin baahan oo hooshooda wayaan marka in waxyaabahaas bisil oo halaaban inay dib lahayn ayaa muuqato باب من وجد ماله في الغنيمة مال كيسي أي غنيمة ذي لحد هذا كهله غنيمة ذي حوله كفارة حربيين تعلق سو غنيمة يستي أي حوله يسكون حلي محوص ما ينيا حديث كلامكم بقول يوم لحية سد حي لحدنات النافع وحاله ومولى عبد الله بن عمر مولى عبد الله بن عمر رحمه الله أن عبد الله بن عمر أن عبدنا أن عبدنا دون قال ابن عمر عبد الله بن عمر أولها أي أبقى دونتي فلحق بالرومي قوله الرومان كها أي محوها للي أيها يقلي فظهر عليه خالد من وليد أيها كأت كهذه قوله الرومان كها فرده على عبد الله عبد الله أيها أسع لي ننكو على سواق بطي أدون كيسو الله كينويا وأن فرسا فرسوا لابن عمر عبد الله بن عمر أوليه عار وعرري وفلحق بالروم قوله الروم كأي محوها للي فظهر عليه كدبنا خالد وكا غالب نغضيه فمحوها رومكي أيها الله قبصدي فردوه على عبد الله عبد الله أيها مركة أي كسع لي ويا بخاري فردوه سما وسعي على عبد الله وسعي بخاري يسوع الحديث باب سلب القتيل للقاتل قفك للدلي او مخوها معركه جهادك كودنتي او لو ديلو قالك خبكيس يلبسك وخرنا لبسكيس اما قورغي وخي لاميدك ايو قفكي دلي ايا اسكلا وها ويان انت دخل سو ديقه خولها لا قيبنا لو ما درويان حديث 2400 افر الى حدنات انا انس مالك وحاله رضي الله عنه ورضاه قال في انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذن ما ننتظ يعني يوم حنين ما ننت حنين وحجري من قتل قف دل كافرا قال حرب قف دل فله حلي سلبه هب كيس أيولي هويا يلبس كيسي فقتل أبو طلحة أبو طلحة وحجد اليوم إذن ما ننت أيضا عشرين رجولا لباطن أيودلي وأخذ أسلابهم سلب كودي رر كودي هب كودي وقاته ويا أبو داود إداريمي واحد الصيحة حديث الله بكم بقول اليوم شاني لحدنات عن ثمرة جندب حلوري رضي الله عنه ورضا قال في سمراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قفك وحدله فله السلب قفك هبك إيو دريسك إيو حص إيو لي ويان إيو وحقف قوتي ابن ماجه سور حديث صحيح باب ما ينفله الإمام للمجاهدين مجاهدين تا إمامك واحد زيادة أسينا ومحوها وكرديني إيو باب كانوا بابي هاي حديث كلابكم إيو بقول إيو لحي لحذنات عمن عمر وحلو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحبه سرية قادلة فيها قادلة قدهد وحكوسنا ذي عبد الله بن عمر يا كسكنا رضي الله تعالى عنه قبل نجد دنك نجدي او دنك الرياض اي محوها مدينه كجرتي مدينه مركي لا جوق دنك قرخ سوبخ حقت اي نجدي جرتا دنكاس ايو دري فغنموا ابلا كثيره قيل تربضن اي سوق غنيمتين فكانت سهامهم سامي كدعي وحي اهيد 12 بعيرا ثمن الى برتي خوفك بالله ترتب محوها كسو دعي او اما 11 بعيرا اما ثمن كورتي ونفروا كدبنا وحا لو كرديي بعيرا بعيرا رتريت ديريهنا وا لو دري ويان بخاري مسلم اي سو ساري باب حكم الفي وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعني وحاو فيق وحال يرهدا خولها انن دولان يو ديق دادين يو مخو اها دغال ان لو سو قبسنينو وحا ويان غالدي حربيين تاي اي سغا عررين كايا لا يرهدا حديث كلو كوم بقول يو تضبي لحدنات أنا مالك ابن أوس وحال قوري مالك ابن أوس ابن الحدثان ويان هاي النصري أبو سعيد المدني ويان وحاو النبي قال وارك صلى الله عليه وسلم حديثة أنا وحكا وريي سيد عمر رضي الله تعالى ورضاه أساق حل النبي كوري موسى قارين له رؤية نبي واركي لكن حل النبي كوري عليه الصلاة والسلام مقارين لكن هو صحابي عن مالك ابن أوس وحال قوري رضي الله تعالى عنه عن عمر المخطاب وحكوري رضي الله تعالى عنه قالوا حي سيد عمر كانت حي هيد أموال بني النضير لمنك يهودها إرهاب بني النضير حوله هذي مما أي 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 هذين أما أوها أفاء وسعلي الله ألوين على رسول رسولك صلى الله عليه وسلم مما لم يجف مما كي لم يجف أين محوها دقاجنين أين كورتينين المسلمون مسلمين عليه حولها دشيسة بخيل فرداء ولا ركاب إيا ركوب وقيلي ويان فكانت حيئه للرسول رسولك الله صلى الله عليه وسلم خاصة مدقوني وآه وكان وحوان نبينا صلى الله عليه وسلم ينفق على أهلي رير كيسة أيو كان نفغنجري نفقت سنته سنة كيسة نفقت يعني حوليه أيقاها ويحكسوه قوى بيرهاس إيا وحيواهاس أيو هالسنة بيلك رير كبحنجري ثم يجعل ما بقي وحزوهر في السلاح
hubka iyo walqura ee gaadiidka lagu dagaalgalo ayuu nabiga kana sallallahu alayhi wasallam gelin jiray uddatan ay isticdaadan fi sabila jidka alle diyaar garow lagu diyaar garowba wa'iddu lahum istata'tu min quwwati wa min ribat alkhair turhibuna bi adu wallahi wa aduwakum ayuu nabiga kana ku amfa sallallahu alayhi wasallam البخاري وسنة حديثه صاري حديث قال لكم بغليه سدادي الإحدانات عن عوف بن مالك محل قري عوف بن مالك ابن أبي عوف الأشجعي الغطفاني وأنا منكر يا غطفان يكسر جدا أبو حمد يكون يجلس لي هذا وحق يريد سد حي تضباطن كي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صحابي قال جيلك عوف بن مالك محل قري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحنا بيجن إذا أتاه الفيء فيق حولها أن دجال كلوك إن هدية ذوي ما هدية محو وهره قسمه في يوم مالك سيقيم جري سلام مالك سيقيم جري فأعطى الأهل قفك محو حاسك له وحسين جري حظين لبا سامي يسين جري لبا دافت أما لبا سامي وأعطى العزبة قفك سكابره عزبة قفك سكابره وحسين جري حظا هل سامي يسين جري زاد من المصفى ورق الرواد كمدة أي حقوق الري فدعينا وأنا ليري عوف من مالك أيديه فدعينا وأنا ليري وكنت حانهي ود عمل لوير قبل عمار عمار ياسر كهر أيان يقول لي يرجري أو فيلك أنا كقرنها يحوي أنا كهري فدعيت ولي يري فأعطاني وحيسي حظيني لوا سامي وكان لي أهل رير يالها ثم دعية بعد قال شيء حلو عمار من ياسر بلو يري فأعطى وحيسي له وسق حرا هل سامي واحدا كلي أيوسي ما دام إسكابه لويه أبو داود يسوساري حديث حسن الإسناد وياه باب تحريم الغلول خيانة iy qofka inuu muxuu aha wixii isku lahaa uu yar dhunta xoolahi qaniimada noqotay ee xoolaha kan noqotaaba inay xaranta iyo baabkan u baabi hadii kala baqan boqol iyo sagaal lixdanaad an amr ibn khataab waxa la wari radiyallahu ta'ala warda qaaluhu xil sayid umar lama goorti kaanu haade yawm khaybara maalinta khaybar kaana aswaati taamadayd aqbala nafarun koox aya waxa wayan qaabilan wa min sahabati nabiga nabiga sahabiis kama sallallahu alayhi wasallam aya qaabilan sahabada nabiga kamida aya qaabilan wa faqalu waxa qaaluhu xayraadin فلان هبل أيق السجوس تي وحيلا ذن فلان هبل شهيد وشهيد فلان هبل لا شهيد وشهيد حتى مروا إليك سمرا على رجل بيك أي سمرين فقالوا وحيلا فلان هبل شهيد وشهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا هوا قيابين إني أنا قرأيت وأنا أركي في النار سوى نارك جنار أركي يا ذنب الله في بردة معوس أما جو أغلها أخيامي أو عباءة أما جو بستاء أخيامي درتت يسقون نار لوجري أيار الكيو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال رسول الله كذب النبي نوحي عليه السلام يا من خطاب إن خطابه يعني سيد عمر يا لوجو داعي إذهبتك فنادي دواق في الناس تذكر أحد دواق إنه شأنية لا يدخل الجنة جنة إنه سنجلين إلا المؤمنون مؤمنين تموين قالوا فخرجت ومحي فناديت وان دواقي الله يا إنه شأنية لا يدخل ما قال الجنة جنة إلا المؤمنون مؤمنين تما جنة إلهي قال سبحانه وتعالى مسلم حديث صاري حديث كان قدام بمركه 10 وحديث قال عظيمه ان وين كنتي قفك وحفهمنا اما قفك الهي اخره ربنا واديات درسي بدن نكون كره وحي لي نين جدك الله كجهادي او ولي جدك الله كشهيدي ايا وحا ويان انت نفتيس وحكمين واي ايا معسير اما قوير ايو قاتي او ددك امتي وحا اسكو لهيد انتو اير ان عير حسيستي ايو معقاتي ماشي ايو كو شهيدي وحا دحي كرت حتى قاس ايمانته وقاتي قاشد وقاتي ان اي دولان كلا هيدا دحي كرت اما كاس لفتريس اول كيس اي هيد كاس اسغا اولي بو سن كو انتفاع ان كو انتفاع لا يابا درتت ايا نبيغان و هو عدي صلى الله عليه وسلم ان قفكي لو ناري ومجاهد وشهيد قو بوستير اما معسير وددك كقرسد امدا اسكو لهيد ايو نار الله قال سبحانه وتعالى رنتاس ماركا خطرت اي ليدهي حقيقة وخطر أنا لكوبي كرين مركا خطرت أيضا مركا إنا اللغة تحدره وحورها إيمالك عامك ومسلمين تسكوليهين قفك وسيدة بختك إيا وحوى البوحة كحون سيدة الاسكغاء إلاليه إنه اسكغاء إلاليه واجبة هدي قفك وسيدة يالي واينا ودنبيل آخر بيل وحوالي قابة تعب وحاويان دال كدبنا وحاويان إنكارك وقود عضا حيابها رنتي آتك وليابك له ورنتي آتك أوليبك بضن أو مدن ما أنت أيسكو أمانا أما أيسكو عيان قفك مصالح المسلمين أما ماذا حني ماذا مسلمين تمالك قبته أما منصب ديني هالنقض أما منصب هالنقض سياسية أما منصب إداري وما من هالنقض قفك قبته أنا وحوي ينقرية وين دي سنين أنا بابور يدون سمي سنين أنا خير مال بضن أنا يلين أما بطل كيس يا قريب ديس أنسداء يلين إنه عرن ينعس
وحما ترى إنه يهي أي دتك أمين سينين كان وحما قب صداء إليهن يعني دتك أمد إيب الشذي أي قف حكدا جان توك حنقرنا يهدد كون تيذا هذا سومالي ذا أما مديرها النقطة أما جرها النقطة أما جارسها النقطة ركوا جرا ياجرا أنن توجا هين أنن توجا هين أو هنتي إسرائيلية أو قارلة يقانه معروفة دتك أيق ومنبوذين وأمد واحد كده بحسن وانكار الله كل ذكوا حاويا وحمعنا أمدنا وحمسية ويا إليهن يعني توجني ما دي أي قفك لغو أمانة يا لغو قيمينة يا قفك إيساق مركا وقفك كاسم بابد بادي قفك حولها مسلمين تا إسكوليهين سيدا بختك إيا سحاريه سحارة ما أنت قف إنو مرسلاء ما بقى كل بيسته سورة قالوا ما نغنيس ساس إنو إسكي إلاليو حدي آن لهلين نار تصيا ماشي تالو وليب وحيابا خطرت وحاويا قفك هل قف دو حكاقاته هل كاس قف ممحو إيماني وليهن مالنت قيام ورحوليك سي أما أجر كيس كقاضني ما إنو بقاضي ويا لغيابا لكن مركات محوها بقولكن أما هل مليين أما بكبضن أما كير ومسلمين تا إسكولها هاي نعددق على الدلم سيسو ومد إسكولها هاي ضوطنا أيا فايل كوزو قلي ومد نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن تدي استاقي مرك ومد ري قاري صوتنا كو ري مدير روتنا كو ري وجه روتنا كو مقدشي جوغتنا كو أرقيسي جوغتنا وهكذا كو نيروبي جوغتنا أيا فايل كوزو قلي حقيقي استاقي مرك الرماس مرك إخواني وأرني خطرة مرك والله سيدة تلوقتي حدنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مصطفى.